هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للورى، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم يا أهل القرآن في هذا اللقاء، والذي سأشرح فيه إن شاء الله آداب متعلم القرآن مع المسجد. كان الدرس السابق آداب متعلم القرآن مع أقرانه، ولخصتها لكم في ثلاثة أمور مهمة: التأدب معهم في مجلس العلم بأن يلقي السلام ويلقاهم بالبشر ويلقاهم بالابتسامة ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يرفع صوته بل يحسن الإصغاء. كذلك من الأمور المهمة مما يتعلق بآداب مجلس العلم أو حلقة القرآن الكريم ألا يعبث في المحمول، وألا يعبث في الجوال، وألا ينشغل به في حلقة الشيخ، وألا ينشغل مع بعض أقرانه عن الدرس، فهذا كله ليس من الأدب. من الأمور المهمة أيضا الأمر الثاني مراعاة حقوق الأقران، عليك أن تراعي حقوق الأقران. من هذه الحقوق: المتقدم الذي سبقك فأعطه دوره ولا تتقدم عليه إلا لمصلحة راجحة، كأن يقدمك الشيخ أو تكون على سفر أو عندك ضرورة تدعو إلى ذلك، فلا بأس أن تستأذن الشيخ وتستأذن زملائك. وأنت إذا كنت من أصحاب الأخلاق الطيبة فإنهم سيقدمونك. كذلك إذا جئت وجلست فاحذر أن يقوم أحد وتجلس مكانه، يعني حتى يعني تقيم أحد من مكانه، وإذا قام هو لك فكن متواضعا وارفض ولا تجلس مكانه، لأنه سبقك إلى هذا كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأيضا من الآداب المهمة ألا تجلس بين اثنين من القرناء أو بعض طلاب العلم، تلاقي دايما اثنين يجلسوا جنب بعض أو بيجوا مع بعض أو من الإخوة أو الأصدقاء والزملاء أو الأقارب، فلا تفرق بينهما ولا تجلس بينهما إلا بإذنهما، والأفضل ألا تفعل هذا. أيضا أيها الأحبة، من الأمور المهمة أن تطهر قلبك من الكبر والحسد والغل عليهم، وهذا يأتي بالتفكر فيما أنعم الله عز وجل به عليك. فما آتاك من علم تتكبر به هو فضل من الله عز وجل، وما آتاك من صوت حسن ومن أداء جميل ومن قراءة طيبة فضل من الله عز وجل. كذلك ما آتى غيرك من الصوت الحسن ومن القراءة الطيبة ومن سرعة الحفظ ومن حسن الرد ومن الأدب مما جعل له مكانة عند الشيخ وعند زملائه، لا يدعوك هذا إلى أن تحسده وإلى أن تجد في نفسك من الغل عليه، وتجلس طوال المجلس وطوال الحلقة وأنت منشغل بهذا الأخ أو الأخت، تنشغل بهذه الأخت يظهر الامتعاض على وجهك ويظهر ما في قلبك على قسمات وجهك. فاتق الله عز وجل، واتق الله أيتها الأخت، فإن من يفعل هذا يعترض على الله عز وجل قبل أن يعترض على هذا الأخ أو قبل أن تعترضي على هذه الأخت. وقد يحمل ما في القلب الإنسان إلى أن يغتاب وإلى أن يتحدث وإلى أنه لا يحمل المواقف العادية، المواقف التي تحدث فيها الحلقة على المحمل الحسن، بل دائما يؤول ويحملها على أسوأ المحامل. أيها الأحبة في الله، إذا كانت الحلقة في المسجد وهناك عدد كبير من بلاد المسلمين
المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وغير ذلك من الدول التي ما زال المسجد له مكانته وفي حلقات العلم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فإن المسجد له آدابه، إن المسجد له آدابه. وإذا كان في معهد من معاهد العلم ودارا من دور التحفيظ فإن هذا أيضا له من الآداب ويشترك مع المسجد، إلا أن المسجد لا شك أفضل لأنه بيت الله عز وجل. المساجد أيها الأحبة هي بيوت ربنا تبارك وتعالى. لنبدأ على بركة الله عز وجل، وأشوقكم بهذا الأدب الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، عليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. فهذه من الآداب التي تتعلق ببيت ربنا تبارك وتعالى. أهدافي معكم أيها الأحبة: ما مكانة المسجد في الإسلام؟ ما آداب متعلم القرآن مع المسجد؟ ما الذي نبدأ به إذا دخلنا المسجد؟ كيف نحافظ على المساجد من الأوساخ والروائح الكريهة؟ كيف نحافظ على ممتلكات المسجد وما به من وقف؟ لنبدأ أيها الأحبة في الله، فنقول المساجد بيوت ربنا تبارك وتعالى، شرفها ورفعها الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه المساجد هي بيوت ربنا تبارك وتعالى، ولكل بيت حرمة، ولبيت الله عز وجل وللمسجد حرمة عظيمة. قال ربنا تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فكانت بذلك أقدس البقاع وأحبها إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه الإمام مسلم. وإنما كانت المساجد أحب البقاع، أو في هذا الحديث وفي هذه الرواية البلاد، أحب البلاد إلى الله عز وجل لما يقام فيها من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل ومن دروس العلم ومن التقرب إلى الله عز وجل. وأما الأسواق فإنها أبغض الأماكن لما قد يحدث فيها من عدم غض البصر وعدم مراعاة الحرمات، وقد يحدث فيها من الكذب في البيع وفي الشراء والتدليس والغش وغير ذلك، ومن الانشغال بالمباحات عن المستحبات وغير ذلك من الأسباب. ما دمنا في المسجد فهو بيت ربنا تبارك وتعالى، والمساجد لها مكانة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، فلنعظمها، فإن ذلك من تقوى القلوب. آداب متعلم القرآن مع المسجد: الأدب الأول قصد المسجد مع أخذ الزينة والتجمل للصلاة بما يستطاع من ثياب وطيب وسواك. قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الزينة اللباس، وهو ما يواري السوء وما سوى ذلك من جيد البز، ومعنى البز أي الثياب والمتاع. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، و الطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. فأقول أيها الأحبة، إذا أردت أن تذهب لدرس القرآن الكريم في بيت الله عز وجل فتزين، البس لباسك، لا تبالغ، ولا أيضا تلبس الملابس التي تظهر عدم اهتمامك بهذا الأمر. يعني بعض الطلاب في الحلق يذهبون بالبنطال، وربما يلبسون يعني الملابس الضيقة التي لا تليق بالمسجد ولا تليق بالصلاة، وقد يظهر من العورات. بل عليك أن تلبس أفضل وأجمل ما عندك. نحن في المساجد أحيانا ربما
تكون في الصف الثاني، فيأتي بعض الشباب فربما إذا ركع وإذا سجد فربما يظهر شيء من جسده، وهذا قد تبطل الصلاة به وينبغي أن ينبه. يبقى إذن نأخذ الزينة ولا نتكلف، لكن تزين، تزين لربك سبحانه وتعالى، وتطيب وطيب فمك بالسواك. الخروج للصلاة بسكينة ووقار دون تشبيك الأصابع أو إصراع عند سماع الإقامة، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. والسكينة أي التأني في الحركة والسير، والوقار الرزانة، لأنك ذاهب إلى الله عز وجل وذاهب إلى الصلاة فلا تسرع. قال: ولا تسرعوا، نهي، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم، إن فاتك ركعة أو أكثر فأتموا بعد أن يسلم الإمام. يستحب التبكير إلى المساجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي إلا يعني يقترعوا، الاستهاب معنى الاقتراع، ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا، يعني يجرون القرعة. من إذا كان الصف يعني به 20 فوصل 25 معا فيقترعون، من الذي يصلي في الصف الأول؟ يحدث الاقتراع لما للصف الأول من مكان عظيمة. قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يقترعوا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير أي التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. فبادر أيها الأخ الكريم إلى بيت الله عز وجل. يعني بعض الدروس والحلقات تكون بعد الصلاة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة الفجر، فبادر أنت تذهب الآن إلى المسجد، فإنوي نية طيبة أنك ستصلي، ستطلب العلم، ستلقى إخوانك، ستتعلم، ستنشر العلم، ستعمل بالعلم. جدد نيتك، هناك نيات كثيرة، والنيات تجارة العلماء، فتعلم كيف تنوي. الإتيان بدعاء دخول المسجد والخروج منه كما علمنا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي، أي يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. الأدب الرابع الحرص على الصف الأول لعظم فضله، وقد ذكرت لكم حديثا في فضل الصف الأول قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فأقبل على الله سبحانه وتعالى واحرص على الصف الأول، لأن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل والملائكة يصلون على الصف الأول 3 مرات وعلى الصف الثاني مرة. فاحرص أخي الحبيب على الصلاة في الصف الأول، لأن هذا له فضل عظيم جدا، فليحرص طلبة العلم على ذلك. إذا لم يكن طالب العلم هو الحريص على هذا، فمن يحرص؟ من يحرص؟ تجد بعض الطلبة يعني ربما يكون عنده الحلقة بعد المغرب وتستمر لبعد العشاء، فتجد الوقت بين الأذان والإقامة يخرج خارج المسجد يتحدثون ويتكلمون، حتى إذا أقام الشيخ الصلاة وربما يذهبون، يبدأون للذهاب إلى الوضوء، وربما تفوتهم ركعة وأكثر، وقد ضيعوا وقتا كبيرا في الحديث وفي الكلام، وهذا لا ينبغي لأهل القرآن، هذا لا ينبغي لأهل القرآن. من الأمور المهمة أيضا أداء تحية المسجد قبل الجلوس وهي ركعتان، هذه من الأمور المهمة التي يحرص عليها أهل القرآن ويحرص عليها المسلمون عموما. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أو حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم، سنة مؤكدة، تحية المسجد سنة مؤكدة، وتصلى حتى في وقت النهي والكراهة، وتجزئ عنها الراتبة والفريضة. يعني إذا دخلت وكان في راتبة، يعني راتبة صلاة الظهر خلاص، أو إذا كنت الإمام بدأ في الفريضة فتدخل في الفريضة ولا تصلي تحية المسجد. أما إذا كنت قد ذهبت قبل الأذان فصلي تحية المسجد حتى وإن كان ذلك في وقت الفراغ، حتى وإن كان ذلك في وقت الكراهة، أن يكون ذلك قبل الإيه؟ قبل المغرب مثلا، فهذا وقت كراهة ولكن تصلي فيه، لأن هذه الصلاة لها سببها. الإمام أحمد بن حنبل أيها الأحبة قال يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان. هذا الأمر من الأمور المهمة، أن تكون أنت المبادر في الصف الأول وأن تكون خلف الإمام. يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان، لا تتأخر أنت وتجلس تتحدث في الخارج حتى إذا بدأ الإمام وقرأ الفاتحة ويوشك أن يركع فتأتي أنت، تكون في الصف الثاني أو الثالث أو وربما يحتاج الإمام إلى من يفتح عليه. فانتبه بارك الله فيك إلى هذه الآداب المهمة. اغتنام الوقت أثناء الجلوس بالمسجد في ذكر الله عز وجل بشتى أنواع الذكر، لأن الحلقات التي في المساجد والدروس العلم ينبغي أن تستثمر بالإضافة إلى طلب العلم وحفظ القرآن الكريم أيضا في الذكر. يعني عندك ربما بين الأذان والإقامة والشيخ قال هيا اذهبوا إلى الصلاة، فتذكر الله وتدعو وتشغل قلبك وتغتنم وقتك. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. ومن هنا ينبغي أن ينزه المسجد عن كل كلام لا فائدة فيه. أما إن كان الكلام محرما كالغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء ونحو ذلك فالمحذور أشد والمنع آكد. يعني لا نحول المساجد إلى أماكن نقول فيها النكات والطرف والضحك وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد. كذلك صيانة المساجد عما يذهب هيبتها أو يكون سببا في أذية مرتديها، وهذا يحتاج إلى بيان وتوضيح أكثر. الأمر الأول في صيانة المساجد عما يذهب أو عما يذهب هيبتها ويكون سببا في أذية مرتديها من المصلين وغيرهم، صيانتها من القاذورات والأوساخ والروائح الكريهة. هذا الأمر في غاية الأهمية. فالأعرابي الذي كان لا يعرف حرمة المساجد وأراد أن يتبول فذهب إلى جانب من جانب المسجد وتبول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فينبغي أن نصون المساجد من أي شيء فيه قاذورات. يعني الآن مثلا المناديل، إذا استخدمت منديل من المناديل فلا تلقيه ولا تتركه مكانه، هناك سلات للقمامة فضعه في هذا الايه في هذا المكان. ايضا عندك زجاجات الماء الفارغة لا تتركها بل خذها، وغير ذلك مما قد يعني يؤدي الى تجمع الروائح الكريهة ومما يؤدي الى ان تتجمع القاذورات والأوساخ.
هذا كله لا يجوز، وينبغي أن ننتبه إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق عليه ذلك حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم. البزق معروف، البزق والتفل والتنخم. قال ولكن عن يساره أو تحت قدميه. طبعا هذا كان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده. الآن في مناديل، المساجد الآن بها مناديل، أو أنت في معك منديل فافعل هذا، فليكن هذا إذا اضطررت إلى ذلك في المنديل. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. كذلك من الأمور التي تؤدي إلى الروائح الكريهة أكل البصل والثوم. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذا من الأذى، من الأذى. ولا شك أن الدخان يعني أشد من البصل والثوم، فالبصل والثوم مباحان والدخان حرام، فكيف بمن يعني يشرب هذا الدخان ويذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا عدم رفع الصوت فيها ولو بالذكر وقراءة القرآن، فقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سمع أصحابه يجهرون بالقراءة وكان في الاعتكاف فكشف الستر وقال ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وورد عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، حصبني يعني ألقاني بحصاة، هذا معنى حصبني، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب هو الذي ألقى هذه الحصى لينبهه إلى أمر ما، فقال له لما انتبه اذهب فأتني بهذين، هذين الرجلين، فجئت بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد أي المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ومن التشويش والإيذاء ومما يعني ننكره وينكره كل مسلم وتنكره كل مسلمة نغمات المحمول. ها هذه النغمات، اجعل المحمول على الصامت واجعل جوالك على الصامت. بعض الناس يضع الأغاني أو حتى النغمات التي فيها ذكر الله عز وجل أو أناشيد أو آيات قرآنية، هذا كله فيه نظر، والأولى أن يكون نغمة الجرس هذه ولا تكون موسيقى، وأن تجعل المحمول على الصامت. فهذه الأمور تذهب الخشوع، تذهب الخشوع. وبعض الناس يتحرج أن يعني يمد يده ويأتي بالمحمول ويجعله صامت أو يغلقه، ولا يجد في نفسه مما يجده الناس في صدورهم عليه، وبعضهم قد يدعو عليه لأنه أسمعه الأغاني وهو في عبادة لله عز وجل، وفي أعظم العبادات والقربات إلى الله عز وجل أعظم عبادة عملية وهي الصلاة. فلنتق الله عز وجل. أقول أيها الأحبة، اجتناب البيع والشراء والسؤال عن المفقودات في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد أي يشتري فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. والضالة يعني ما يطلب مما فقد، فيقول من وجد كذا من وجد كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول لا رد الله عليك. المحافظة على المصاحف والكتب التي تكون في مكتبة المسجد والحذر من أخذها خارج المسجد أو الكتابة فيها أو كتابة الأسماء وغير ذلك، ونعيدها كما هي، نعيدها كما هي.
الحفاظ على ممتلكات المسجد ومرافقه وما أوقف فيه من أجهزة وأدوات وفرش، الحذر من الأكل الذي تبقى رائحته داخل المسجد، واجتناب الوقت قبل الصلاة. في بعض الحلقات وفي بعض الدورات وفي بعض الأيام القرآنية التي تكون أيام طويلة يعني يكون هناك طعام ووجبات، فالأولى أن تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، لأن هناك من الوجبات ومن الأطعمة ما تبقى رائحتها فترة، فالأولى أن يكون ذلك بعد الصلاة حتى لا تؤذي الناس بما يتبقى من الروائح. أيها الأحبة في الله، ملخص الدرس على متعلم القرآن آداب تجاه المسجد، من أبرزها أن يخرج إلى المسجد متجملا متطيبا بسكينة ووقار ولا يسرع إن سمع الإقامة، مع الإتيان بدعاء دخول المسجد والخروج منه، والحرص على الصف الأول وأداء تحية المسجد قبل الجلوس، ثم اغتنام الوقت في المسجد بشتى أنواع الذكر. على متعلم القرآن أن يجتنب كل ما ينتهك حرمة المسجد ويؤذي مرتاديه كالأوساخ والروائح الكريهة والأصوات المشوشة والبيع والشراء وإنشاد الضالة والعبث بممتلكاته ومرافقه وأوقافه من مصاحف وكتب وغيرها. وأما ما نتعلمه لنعمل به فمن ذلك أن أعظم المسجد لأنه بيت الله تعالى وأحب البقاع إلى الله عز وجل، وحافظ على المصاحف والكتب التي في المسجد، وأحافظ على مرافق المسجد، أحذر أشد الحذر من نغمات المحمول داخل المسجد ومن رفع الصوت داخله. هذا أيها الأحبة ما أردت أن أقوله لكم من آداب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات.